السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك السيدي. صافي غادي دابا؟ أنا وقيتيني غادي لمكناس. بالنسبة للتيكي قطعت؟ بالنسبة للتيكي قطعت وقطعت البارح مع ديك 9 ديال الليل البارح. وبالنسبة للتيكي لقيته يعني نفس الثمن، ما تزاد حتى شي حاجة. نفس اللي كنقطع يعني كيف العادة، هي نفسها هي النيت. وزعما حتى بالنسبة المساعدات اللي كاينين هنايا راه كاينه مساعده بالنسبه لنا، كنظننا بان كل شيء غادي يسافر ان شاء الله. كنبغي نقول للناس عيد مبارك سعيد والخير في المساعده، وتساعدوا بيناتكم في التران، واللي لقى شي راجل كبير يعطيه بلاصه ولا مراه كبيره يعطيها بلاصه، وحنا شباب تبارك الله نوقفوا ونتعاونوا مع بعضياتنا في هذا العيد ان شاء الله، وكل شيء غادي يدوز على خير وبخير ان شاء الله. انا بالنسبه لي غادي المشروع بالقصيره. بالنسبه للتيكي جبرتي هو نفس الثمن ولا غالي؟ بالنسبه للتيكي هنا في لاكار ديال التران كيكون عادي نورمال، هو اغلبيه بالنسبه للنوار كيتخدم في الكيران وكيتخدم في الطاكسيات. انا قطعت دابا شي 20 يوم باش قطعت، كانت الاثمنه مناسبه. وحتى بالنسبه لدابا انا كيف ما هضرت معك اغلبيه التران ما كيبقاش التغيير في الاثمنه. كنتمنى لهم عيد مبارك سعيد، ان شاء الله يدخل عليهم بالصحه والسلامه، وكنتمنى لهم ان شاء الله عواشر مباركه وياكلوا اللحم بشويه عليهم، وعواشر مباركه لجميع المغاربه. شكرا بزاف، الله يسهل عليك. غادي البنكرير ان شاء الله. بنكرير بالنسبه للتيكي جبرتي نفس الثمن ولكن غالي؟ لا لقيت نفس الثمن صراحه، حيت كنظن لقيتها قبل ما كيتزاد عليك حتى حاجه، هادشي اللي كنظن ديما كان. المهم السفر انا كنعلم بقبل. عمرك تعطلتي في تقطع؟ لا لا لا، ديما انا كندير 10 ايام 9 ايام قبل باش نبقى هاني مع راساتي. كنقطع بشي 406 درهم هي اللي قطعت بها البنكرير نيشان، الحساب تي جي في تاع الكازا والتران العادي في تاع البنكري. المهم عواش مبروكه، والله يدخل عليكم هذا العيد بالصحه والسلامه وبالرزق ان شاء الله، والله يسر الجميع. شكرا، طريق السلامه. مرحبا، الله يخليك. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.